أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التوصل إلى خطة أمنية مشتركة مع السلطات الأمنية الكردستانية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمراكز الاقتراع وضمان انسيابية التصويت في محافظات كركوك ونينوى وديالى. طبعا احنا اليوم اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات في زيارة مهمة إلى إقليم كردستان وبالذات إلى محافظة أربيل. هذه اللجنة هي أشرفت على وضع اللمسات الأخيرة لانتخابات مجالس المحافظات. اليوم احنا كنا في اجتماع مع معالي وزير الداخلية واتفقنا على آلية وخطة للعمل المشترك. هذه الآلية تضمن أداء الانتخابات بكل أمن وأمان، وكذلك أيضا وفق الدستور ووفق ما تم إعداده من خطط أمنية. اللجنة كي أمني دقل مفوضية بغداد سرداني حريمي كردستان كرد. إن إقليم كردستان غير مشمول في انتخابات مجالس المحافظات، لأن المحافظات المحاذية كركوك ونينوى وديالى مهمة للغاية بالنسبة لنا، وكذلك النازحون المتواجدون في الإقليم، فإنهم سيدلون بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص بالمدن التي يتواجدون فيها، وتتولى قوات من البياشمركة والقوات الاتحادية مهمة حماية مراكز الاقتراع في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور في محافظات نينوى وديالى وكركوك، بالتنسيق مع القوات الأمنية في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. دنجة كاني تايبت